سيبو؟ وي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تكونوش بخالة في الطوموبيل، كاين واحد فيما يخص الكهرباء، كاين البطارية وكاين الالترناتور، هذه الزوج عناصر هي عناصر مهمة لأنظمة الكهرباء في المركب، طري انديسبونسر. البطارية تنوض لك المركبة، ديرها لك مارش، بمجرد ما تلقائيا من نفسها المركبة غير تنوض تحبس الشغل تاع البطارية، يحبس تولي الالترناتور يشارجي في البطارية تلقائيا من نفسه. واش يدير الالترناتور اثناء تشغيل المركبة؟ يولي هو اللي يحرك، هو اللي يمد الطاقة الكهربائية الكامل الأجزاء الحيوية في المحرك، بما فيها لابوبين، الشموع، الكمبيوتر، وغير ذلك من الأنظمة الكهربائية الضرورية الأساسية الموجودة في المركبة. دونك هاد الزوج عناصر لو كان تموت لك الباتري المركبة ما تنوضش. يحب يقول هذا يمشي بهذا، في الاتحاد قوة، هذا يمشي بهذا، البطارية الالترناتور باش يديماري باش يمول كامل الكهرباء في المركبة لازم له صباح البطارية هي اللي تنوضه. والبطارية نفس الشيء، كي البطارية تفقد القليل من الطاقة تاع المنوض تحتاج هي كذلك الالترناتور يشارجيها من جديد. هذه شي طري انديسبونسر خوتي. وعلى بالك لي كونستركتور كي تفتح الكوتيب تاع السيارة تاع سيزوكي كوربوريشن واش يقول لك؟ يقول لك هذه المركبات ما تطبعش. لكن حنا نتأسف جدا في الجزائر تبوي قاري فيه حبطة، سلت له البطارية، روح سلف دراهم خو، إلا تعرف القيمة تاع الماتريال تاعك، روح سلف دراهم وشري بطارية وما تقاريهاش في حبطة، لأن تطبع راهو كارثة للمركبة، كارثة كارثة تطبع خوتي، كارثة. ردوا بالكم انتبهوا، خسرت لك باتري غير نافيغي سلف دراهم ولا شو كيفاش دير، ولا ما تمشيش، مش راح امشي في البيس، راح امشي في طرولي خو، ما كاينش من هادي تاع تقاري في حبطة، هادي ديبان 15 يوم شهر وانت تقاري في حبطة، هاي بزاف راك راك تنقص في العمر الافتراضي تاع المحرك تاعك. شوف غير هذيك الاهتزازات كي تجي رايح تنوض تكفي، وكل واحد وطريقة تاعو في المنوض، هذيك باك تكفي، انت تسمح بودنك الاهتزاز هذاك في المحرك يكفي. كي يعجبكم هذا الفيديو اخبط فيها جام واشترك بقوة في قناتنا باش نلحقوا 10,000، وبارطاجي بين الأصدقاء والأحبة لكي يستفيد الجميع، وكي ما تفهمش حاجة اكتب رسائل ونجاوبوا على كامل انشغالاتكم. تحية السياقة وتحية قانون المرور وتحية السياقة في الأمينة وتحية طريق السلامة في أمل خوتي صاحبي.